ماما أنا رايحة. ما مليتي دوارة بأوعي؟ ما مليت وما رح مل، بدي ضل وراه لأعرف وين عم يغط. أمي شبكي من وقت ما أجينا على الشام وأنت شاكة ببابا. هي الشام، الشام كبيرة وفيها أشكال وألوان، وأنا هذا اللي مخوفني. طيب شو رأيك إني أنا أصير جاسوسة عليه؟ يلا يا سعاد أخرت على المدرسة. جاي جاي. الله يخليكي أمي، أنا مو ناقصتك بنوب. روحي يلا معك. يلا خاطرك. هلا بيحرقوا لي على السفر. خلصنا خلصنا يلا. يا رفيقة الأيام الصعبة، أنت الصاحبة وأنت الحبيبة. شدي حيلك شدي حيلك ولا كبرتي مثل حكايتي. ها يا ستي حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. مفاجأة؟ شو يعني مفاجأة؟ مفاجأة يعني شغلة بتفاجئه للواحد. بلشت تتفلسف؟ يلا قلي شو هي المفاجأة وشو هي المناسبة؟ يا ستي رح اقول لك، بس امسكي اعصابك لأنه الموضوع شوي. هلا خلصني احكي. يا صديقتي العزيزة، الموضوع ما في إنه وين قاعد؟ هذا مو مكتبك يا أستاذ. منذ هذه اللحظة التاريخية تقرر أن يصبح الأستاذ حسان المبجل مدير دائرة التخطيط، وتساعده الآنسة سهير عبد الحميد. وين صرنا يا قمر؟ نياله اللي اخذ عقلي. لا ما في شيء. شو قلت؟ يلي قلته انه حضرتي صرت مدير دائرة التخطيط وحضرتك المساعدة. ومنين جبت هالكلام؟ من تم المدير مباشرة. ولقفت عليه؟ لا يا سوس، المخلص بشغله والطموح بعمله ما ممكن يتسكر باب بوشه. معك حق ما رح تفهميني، كل شيء بوقته حلو. بس ما بصير هيك يا حسان، هو ما عمل لك شيء. يا ستي الرجال ما في منه، مهذب وظريف وأكابر أحسن مني، بس هذا النمط من الشخصيات مو بمكانه المناسب. يعني أنت الشخص المناسب؟ الله يسامحك، أصلاً بكرة بتشوفي شو رح بعمل بهالدائرة. الله يجيرنا من أفكارك. أستاذ حاتم، أستاذ حاتم، أنا أبو اسماعيل. فوت فوت أبو اسماعيل، الباب مفتوح. السلام عليكم. أهلين أهلين أبو اسماعيل، الحمد لله على سلامتك. خير، صار لي كم يوم ما شفتك. حسيت حالي ها لح اخذ شوية قريب قمت اخذت اجازة. ايوه حسيت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو ابو سعيد؟ كمان انت شايفك تعبان، ما تروح على البيت؟ لا لا الحمد لله خفت السعلة. هدول شوية سعلة ما راح يوقفوني عن شغلي. بعدين يا أبو اسماعيل بدك ياهن يقولوا عني إنه الأستاذ حاتم هدوا المرض ونيموا بالفرشة؟ لا، الأستاذ حاتم لساته الأستاذ حاتم. ولسه ما اجى اليوم اللي ارتمي فيه بالفرشه. بسيطه، قصدي انه دوامك الساعه 2 بيخلص، ليش عم تضل لهلا؟ ما بدك تبطل لها العاده؟ والشغل يا ابو اسماعيل اللي مكركب لفوق راسي، مين بده يشتغله؟ شوف قديش في ورق بده نسخ وتصنيف وارشفه، هذا شيء مو سهل يا ابو اسماعيل، هذا بده ناس تشتغله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماما سعاد، إذا ما عندك شيء تعي ساعديني نحضر العشاء، قرب يجي أبوكي. خير ماما، بشو بساعدك؟ الله يرضى عليكي، ساوي لي هالبقدونسات. تكرمي. أستاذ حاتم، أنت مالك شايف إنه الدنيا برد؟ واحد مثلك بلا مؤاخذة لازم يدفي حاله. شو عم تقول؟ برد؟ وإذا كانت الدنيا برد نحن هلأ بالدوام الإضافي، والمازوت مخصص للدوام الرسمي فقط. بدك ياهم يقولوا عني يا أبو اسماعيل إنه أنا عم دفي حالي وأصرف المازوت؟ لا، أبرد أنا معلش، أما يقولوا إنه أنا عم باخذ مازوت تاعتون هذا ما بصير. يا أستاذ حاتم، شو رسمي وشو إضافي؟ أنت نسيان حالك إنه عم تخدم بدائرة حكومية؟ بعدين من واجبها تقدم لك كل شيء، ومن بين هالكل شيء اللي عم تقدم لك يا شوية هالمازوتات هدول. لا، أنا ما بطلب من حدا شيء، والمدير آخر مرة إجا لعندي قال لي إنه الدائرة عم تتعرض لأزمة مالية، وإنه نحن لازم نقلل الاستهلاك، مفهوم؟ نقلل الاستهلاك؟ إيه رح نموت من بردنا. إيدك على الصوبيا، هي الصوبيا ملك المكتب وما بيقرب عليها حدا إلا أهل المكتب. بعدين المدير قال نقلل الاستهلاك، يعني نقلل الاستهلاك. قلل خاطرك. قولي لي أمي، اليوم بعد ما تركتك لقيتي شي بجيبة بابا؟ ما لقيت شي، وهذا اللي مجنني. لك يا امي انت عم تعبي حالك على الفاضي. هلا معقوله ابو سعيد على سن ورمح يتجوز عليك وانت احلى ام بالدنيا؟ الموظفين بكل الدنيا بيخلص دوامهم الظهر. بقى ابوكي ليش عم يتاخر لنصاص الليالي؟ وعلى شو؟ لا اصفر ولا احمر، هالراتب هو. ليش ما قال لك انه المدير العام بذاته مسلمه مفاتيح الارشيف؟ ايه، ومعتمد عليها بشكل كلي. حاجه بقى انت الثانيه. المدير العام بهالوقت بيكون ببيته، بقى مين اهم؟ ابوكي ولا المدير العام؟ صدقيني يا امي انك عم تتعبي حالك على الفاضي. بتعرفي يا ريت تكفي شغلك وتتركيني بهمي، روحي لشوف. امي شو رايك تحطي لك شويه مكياج؟ يوه، فرتي له قلبه لابو سعيد. شوفي على الحكي. لا ستي، ما اقتنعت. قال المخلص لشغله والطموح بعمله ما ممكن يتسكر بابه بوشه. معه حق، وحكيه وما في شيء. طيب ليش انت مستنفره؟ مالي مستنفره، بس يا ايام انا خايفه من افكاره. يا سهير، أنا إحساسي إنه شب طموح ما بيمنع إنك توقفي معه. هيك قولتك؟ منشوف. سجل شفاء فرانسيسكا آل كينكون من الملاريا، وكانت نقطة تحول في سيرة هذا المرض الفتاك، وسميت القشور واللحاء شجرة الكينة. أما اسم الشجرة العلمي فهو سيلكوناد جريان، ومنها استخرج فيما بعد الكيتينين الذي ظل 300 سنة ملكا من ملوك. واقف يا اخي شويه. خير شو بدك مني؟ روس مني على المحل. ما في شيء، بس لو سمحت شوي. خير شو في؟ بدي اسالك سؤال لو سمحت. وانت شو دخلك؟ لك اخي عم بسالك سؤال لو سمحت. حضرتك من الحارة؟ سؤال مو حرام. لا حرام اذا كان مو بمحله. عن اذنك يا اخ على مهلك، ما جاوبتني على سؤالي. ليش انت شو بتشتغل حضرتك؟ انا بلا صغرى ابو سليم مختار الحارة، والقصة وما فيها انه كل يوم المساء وانا رايح على البيت بشوفك ماشي بهالشارع ومرتبك وكانك عامل لك شي عملة، فحبيت اتعرف عليك. انا ساكن بالحارة بالدخلة الثالثة، انا أبو سعيد الفرحان. هذا أنت؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، نحن ما بنسمع غير باسمك وما بنشوفك. بخاطرك، أنا تعبان وبدي روح نام. الله معك مع السلامة. خير؟ شو خير؟ أنت خير؟ شو صار معي؟ غلي قلبي عليكي، ليش ما جيتي لهلا؟ نسيت، خليها لغير مرة. شو لغير مرة؟ صار لي نص ساعة حاجز طاولة وعم استناكي. اسمع حسان، بصراحة أنا عندي دراسة كتير وضروري حضر، ما بقدر روح اليوم، خليها لبكرة، بعدين تأخر الوقت. هلا هذا اللي طلع معك؟ طيب سهير، الحق مو عليكي، الحق علي أنا. أنا كنت حابب أحتفل أنا وياكي بمناسبة استلامنا الدائرة. بدك ما تزعل مني، خلاص غير مرة. طيب سهير، مو بيناتنا، تصبحي على خير. معلش يا فراس حبيبي، في ظرف هيك شوي، تصرف بالطاولة. حاتم، شراب الشاي سخن. حطي كاسة الشاي وقيمي الأكل. ابن عمي، مو شايف انك عم تاخد ادويه كتير؟ عم تسال الدكتور يا ترى؟ انا صرت 100 مره قايل لك انه تقيمي الاكل. غرض غرض، شو بدي ضلني علمك؟ غرض غرض، فهمتي؟ شو هاد؟ قال شو؟ حطيت لي مكياج مثل البنات الصغار. سعاد، لك يا سعاد، سمعتي صوت ابوكي؟ ايه سمعته. هدي هدي خليك عني. بتعرفي ليش؟ ابوكي دائما معصب وطالع اخلاقه. الله يعينه، الحمل عليها كثير كبير. لانه حمل، ما في غيرنا نحن الاثنين، اذا ابنه الكبير هجع على السعوديه من كثر ما بيخانقوا وبيعيط عليه. اصلا قرايبينا كلياتهم مقاطعهم. هلا انت مفكر انه اذا قاطع قرايبينا بيكون مرتاح؟ يمكن طلعوا خلقه كله، لانه لا عمامي ولا خوالي ولا حدا من الضيعه كلياتها بدق على بابنا وبيقول لنا كيفكم؟ بدكم شيء؟ عاوزين شيء؟ سعاد، اذا بتريدي مشاني واذا كنتي بتعزي سعيد، شو بدك؟ كل ما اجي اسال امك ليش تركنا الضيعه بتقلي لا تكبر بتعرف، لا تكبر بتعرف. هي انا كبرت، قلي لي ليش تركنا الضيعه. يا سيدي هي شغله معنا محرزه بنوم، بس رح احكي لك اياها. مره من المرات اجا خالك لعند ابوك وقال له بدي اخطب بنت اخوك، يعني بنت عمك، وهدول انت كلهم ما بتعرفهم. قام اجا ابوك دق على صدره وقال له هاي الشغله عندي، وراحوا ليخطبوها. قام عمك واولاده طلعوا ابوك بالخجله وما عطوا خالك بنته، قال شو؟ مو من مقامه. أما أبوك ساعتها حس بالإهانة. بس هي شغلة عادية وبتصير، والجواز اسمه ونصيب. بس هي عند أبوك مانا عادية بنوب، لأنه كسروا له كلمته، قام ضب أغراضه ونقل وظيفته وإجا عالشام. سعاد إيه؟ ضيعة حلوة؟ حلوة كتير يا إياد. أنا عم بحكي معك عن حياتي أنا وإنتي، مو لتحكي لي عن الأستاذ فوزي مع احترامي للمذكور. كله مرتبط ببعضه، امبارح الأستاذ فوزي وبكره الله أعلم الدور على مين. يا روحي شو هالحكي هاد؟ اسمع حسان، إذا بدك نضل أصدقاء أرجوك ما تحكي معي هيك، بعدين ما اتفقنا على شيء لحتى تحاكيني هيك حكي. طيب إذا مالك مقتنعة بهالشيء ليش عم تروحي وتيجي وتطلعي معي لكان؟ غلطة يا سيدي، غلطنا ومنك السماح. ليش عم تضحك؟ لأنك بتجنني، بتاخدي العقل، خاصة وأنت معصبة. شوفي رسالة من أخي سعيد. والدي الحبيب، والدتي الحبيبة، إخوتي الأعزاء، اشتقت لك يا أمي، واشتقت لأخواتي، أولاد عمي، وللضيعة، ولأبي كمان. لك شو يا منظومة؟ إيه؟ شو شايفك عم تتعطلي كتير، فضحتينا. ها راح النهار وما اشتغلنا شيء، كملت انقطعت الكهرباء. يا بسم الله. صلحك ولا لبكره؟ خليها لبكره، حاسس حالي تعبان. يا الله يا كريم يا رب. مساء الخير استاذ حاتم. اهلين اهلين ابو اسماعيل. شفت انقطعت الكهرباء؟ لا ما انقطعت، انا فصلت الباشون لانه كان في كونتاك بالسخانه. انت فصلت الباشون؟ الله يعطيك العافيه، تفضل اطلع برا. صحيح ابن عمي، انت ليه ما بتجي بكير؟ عم تتاخر كثير. كل ليله بسخن العشاء انا والولاد وبنقعد بنستناك. شوفي ام سعيد، انا ما بحب حدا يحدد لي امتى اجي وامتى اروح، فهمتي؟ صباح الخير. ليلى ام حسن صباح الخيرات. تفضلي. تسلموا. يمين يا المسطره يمين. لك مالي ابو حسن؟ بخير. تعال شو انا وين قهوتي؟ اشربها عند المدير بده اياك. هذا اللي كنت حاسب حسابه فضحتيني. سعيد؟ سعيد؟ اهلين ابو حسن. مرحبا بسعيد. اهلين اهلين ابو حسن، شو اللي جابك؟ بده اياك. مين؟ المدير. اهلين حسان. سلامات. تفضل اقعد هلا دقيقة واحدة بفضلك. ما مشكلة خذ راحتك. شو بتشرب؟ شاي. شو؟ مور معلم. شو كان اسمه هذا موظف الأرشيف اللي بعتك ناديله؟ أبو سعيد. شو صار فيه؟ قال هلا بيجي معلم. ماشي. 2 شاي. إيه حسان؟ مشان شو ضربوا المدير؟ شو اللي عم يصير؟ يا ترى شو اللي عم يخطط له حسان؟ وليه؟ يكون عيونه على المدير العام. لا بس هذا رفيقه مو الأستاذ فوزي، يعني مو معقول أبو حسن خير امري هيك من الباب تفضل. لا معلش مستعجل بدي انزل على الأرشيف مشان انده لهذا أبو سعيد. شوفي أبو حسن خير، بالأول حسان وهلا أبو سعيد، شوفي بسيطة كله منك. ماشي الحال حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. هي مخصصة للأرشيف فقط. شو أبو سعيد؟ ما قلت لك إنه المدير بدها؟ ولا بدك تكسس كارثة لحتى تشرف؟ شو عم تقول؟ ما عم شبك شو ما عم تسمعني؟ وين عقلك؟ بعدين انت شلون بتفوت بدون ما تدق الباب؟ هلا بلا باب بلا بلوط ماني فاضي لك، عم اقول لك المدير بده اياك بسرعه. قول له هلا بيجي. حلو طيب يا ابو سعيد حلو كثير استاذ حاتم، روح قول له الاستاذ حاتم قال هلا بيجي. تكرم عيونك تكرم عيونك، بس اذا اجتك عقوبه انا ما دخلني بخاطرك. شو بده المدير؟ أكيد عرف بعطل الآلة وراح يبهدلني. ولك شو دخلني لحتى صلح الآلة؟ الحق علي. لك بدك تصلح، بدك تصير مصلح يا أستاذ حاتم، بدك كل شيء مرتاح إيدك. أكيد الأستاذ هلا راح ينزعج كثير إذا عرف إنه الشغل ماله ماشي مثل ما بده. وهي كملت. أبو حسن القاسي راح يجيب لنا عقوبة. عقوبة؟ ومن مين؟ من أبو حسن وبعد هالعمر بالوظيفة؟ هذا شيء ما بيصير بنوب، ما بسمع فيه. لسه مودي. أهلين وسهلين شرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا مختار؟ أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يخلينا إياك. يا هلا. سألت عن واحد بالحارة قالوا ما حدا بيعرفه غيرك. مين الشخص اللي بدك اياه؟ اسمه حاتم الفرحان وبيقولوا له ابو سعيد. ايوه حاتم الفرحان. ايوه عرفته 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 الفرحان. امشي ادلك عليه شرف. كتر خيرك تفضل. شو؟ شرفت اخيرا استاذ حاتم. وطي صوتك ابو حسن شو صار؟ وطي صوتي ما روح قل له الاستاذ حاتم هلا بيجي وحضرته روح جيبه بسرعه. خدام عندك وعنده ما هيك؟ بسيطة بسيطة أبو حسن، أنت بتعرف إنه أنا كان عندي شغل. عندك شغل؟ بسيطة هلا بنتفاهم. أبو حسن قلت له اللي قلت لك ياه. اسمع مني ما بتفوت لحتى أقول لك مفهوم؟ مرحبا عمو. أهلين. البابا هون؟ لا بابا مو هون. بيطول ليجي؟ يعني أحيانا بيطول لنص الليل. طيب مين في هون؟ أمك هون؟ إيه أمي هون. بس ليش عم تسأل؟ لا لك سعاد ما عرفتيني؟ أنا ابن عمك شريف. مين يا سعاد؟ عم بيقول انه ابن عمي شريف. اهلا وسهلا، خليه يتفضل. تفضل يا شريف. معلم موظف الارشيف برا عم يستنى، قال له يجي لعندي بكره، مشغول انا والاستاذ حسان. حاضر معلم. اسمع لك، ما بدي حدا يفوت لعندي. ماشي. استاذ حاتم قال تعال بكره. شلون طلبني اذا ما بده اياني؟ هذا الشيء ما بصير. فعلا ما بيصير، شو الشغله لعبه؟ روح وتعال، روح وتعال، روح انت الثاني. يا اهلا وسهلا، روح على دراستك، روح. اهلين فيكي. ايه ام سعيد، يعني نحن حابين انك تحكي مع عمي مشان عمومه واولاد عمومه واخواته، يعني قد ايه صار له ما فات بيتنا. شوف يا شريف، انت رجال طيب وكلياتنا بنحبك، بس انا ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقولي ولا تعيدي، نحن بنعرفه لعمي منيح، بس انا عم بقول بركي الله بيهديه وبيرجع للطريق. ان شاء الله. يعني مثل ما بتقولي نحن بلا ما بنسوى شيء وهو بلانا ما بيسوى شيء، بقى ليش ما نرجع نلم الشمل ونرجع مثل ايام زمان؟ ان شاء الله خير، بس يجي عمك انت احكي له. حسان انا اطلعت على المشروع اللي قدمت لي اياه وعجبني كثير كثير. صحيح المشروع بكلف، بس انا بشوف انه له الاولويه لانه هذا الشيء كثير مهم. شيء كثير عملي انه نخلي مؤسساتنا بمصافي المؤسسات والشركات اللي بالدول المتطوره. بعدين هذا مشروع التخرج تبعك انا بعرف. لأنه مثل ما بتعرف اليوم الحضارة تجاوزت الأساليب التقليدية بالتوثيق والأرشفة، يعني بدل ما نخصص أماكن كبيرة وواسعة للوثائق والمصنفات صار الموضوع أسهل وأبسط من هيك بكتير. فعلا الكمبيوتر شغلة حضارية، بس القرار مو بيدي، القرار بيد الوزارة. على كل أنا ما بتخيل إنه الوزارة تأخرنا، بالعكس راح توافق وراح توافق بسرعة لأنه هي بادرة كتير مهمة. معقول لساته لهلا عند المدير؟ عم تحاكيني إلي؟ لا سلامتك. شو أنا بحضر رواسي. والبركة كم ولد صار عندك؟ صبيين وبنت. الله يسلمهم. تسلمي. إيه بس لا تتأخر. حاضر. وما شاء الله قديش صارت أعمارهم؟ الكبير مثل ما بتعرفي صار 7 و5 و3. الله يخلي لك ياهم. الله يخليك. تفضل. لا تواخذنا تأخرنا عليك بالغداء، تفضل. كله خير، بس المهم عمي ما يتأخر. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبك يا محترمي، هيك رح نضل نصاص الليالي، لأنه حضرتك من الصبح ما اشتغلتي. عجيبة، ليش هيك عم بصير معي؟ حضرته ماله فاضي. عجيبة عجيبة الأستاذ صبحي، شو صاير له؟ بس بكره راح أعاتبه. أهلين ابن عمي. أبو سعيد ليش هيك؟ شو اللي جابه؟ ما بدهم يتركوني بحالي؟ تركت لهم الضيعة ولسه لاحقيني. وطي صوتك، وطي صوتك، هلا بيسمعك. أنا بدي إياه يسمعني وراح يشوف بعيونه كمان. شوف يا شريف أفندي، بتروح وبتقول لكل قرايبينك بالضيعة ما حدا يجي لعندي، فهمت؟ بدل ما تسلم علي وتسألني عن أحوال الضيعة. اتركوني بحالي، أنا رجال مريض، رح تخلوني موت، لكن اتركوني بحالي. وجبة بالك يا أبو سعيد، طول بالك. شبك؟ هذا ابن أخوك. شوف، وبتقول لهم ما حدا يجي لعندي، فهمت؟ معقول يا أبو سعيد اللي عملته بابن أخوك؟ شريف ما له ذنب. فشيت قهري يا أم سعيد، شو نسيتي؟ نسيتي يوم كسروا كلمتي بالضيعة؟ إذا شريف هلأ طلع من بيتي زعلان، أنا طلعت من الضيعة وقلبي محروق عليها. عفى الله عما مضى يا أبو سعيد. لسه ما آن الأوان. بس أمانة يا أم سعيد، إذا صار لي شي دفنيني بالضيعة. بعيد الشر يا رجال، بعد عمرين طويل. أنا صارت عندي. إيه تفضل. صارت عندي المعلومات كاملة. إيه موجودة على نسخة. إيه. طبعاً. مرحبا أستاذ. أهلين وسهلين، تفضل. بقدر أبعث لك إياهم على الفاكس. شكراً. طبعاً فوراً ببعث لك. يعطيك العافية. تفضل تفضل عود. شكرا شكرا أستاذ. قلنا لك تفضل، يعني تفضل اقعد على الكنباية. شبك؟ حاضر 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 أستاذ. أنت موظف قسم التصوير؟ كنت أستاذ، عينتوني رئيس قسم النسخ. هيك تسمية؟ أصلاً باللوائح كلياتها ما في هيك تسمية. حضرتكم أستاذ. أنا؟ من إمتى؟ من 3 سنين. بس أنا من 3 سنين ما كنت المدير. أنت مو الأستاذ صبحي؟ الأستاذ صبحي صار له أكثر من سنة منتقل من هون. شلون؟ كيف؟ إمتى؟ هذا الشيء ما بصير. شو هو اللي ما بيصير؟ عفوا ارتاح تفضل. شو قلت لي الاسم الكريم؟ حاتم. ارتاح شوي معلش بعدين. اسمح لي استاذ روح على الغرفه اخذ دواء. ايه تفضل. شكرا استاذ. روح خذ دواء تبعك وبس ترتاح لك شوي بنبقى نحكي بالموضوع. حاضر استاذ. مع السلامه. عفوا. مين هاد؟ موظف الارشيف. انا قد ايه صار لي بالدائره؟ بحياتي ما شفته. الأستاذ صبحي طار. بس مالك حق بنوب يا أستاذ صبحي إنك تروح وما تودعني. ليش مين أنا حتى الأستاذ صبحي يودعني؟ أنا الأستاذ حاتم. لازم يودعني. وأنا شو راح يصير فيني؟ سنتين وأنا عم بشتغل ليل نهار، الدوام الإضافي والدوام الرسمي، وأقول لحالي يا ولد بكرة بتجمع لك قرشين نضاف بتعمل فيهم مشروع لأولادك. كنت متأمل بهالشغلة يا حاتم، بس هلأ مين راح يضمن لي حقي إذا قلعوني؟ يا ريت كل الموظفين مثلك. شو وينك؟ عم دور عليك من الصبح، وين كنت؟ وين بدي اكون يعني؟ عند المدير العام، بعت لك القضابير مشان تدرسهم، بده رايك فيهم. شو ما ضل غير حسان بالدائرة؟ فعلا، شو ما ضل غيرك؟ شريف على بيتنا، اكيد ما في غير انت اللي بعتي لهم العنوان، مو هيك؟ لا تكذبي، احكي ولا كلمه. انا ما دخلني، هو راح لعند المختار ودله على البيت. المختار وصار يتدخل بخصوصياتنا كمان؟ بسيطه. أبو حسن، أمور حاكينا. مستعجل شوي، بعتني المدير مشان انده الأستاذ حاتم. الأستاذ حاتم مو بمكتبه ولا تتحجج. وينه ليه؟ طلع برات الدائرة. ماله بالعادة؟ له سنين ما سواها. أبصر شو فيه. ماشي العال، مو مشكلة حبيبتي، مو مشكلة. وينك لبسي الولادة؟ دفيهم منيح، بنروح نتغدى بالبلودان، ايه تلجات حلوين هنيك صراحة، بننبسط مع بعض كلياتنا، ودقي لأخوك بناخذه معنا، ايه ماشي الحال. الله معك، مع السلامة. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا، شرفتنا. أهلين وسهلين، شو هالزيارة الحلوة يا أبو سعيد؟ أخي أنت مختار الحارة على عيني، أما إنه كل ما يجي واحد من الضيعة تدله على بيتي، هاي ما برضاها كل. شو القصة؟ شو الموضوع؟ تفضل، خذ لك سكر روق. ما باكل حلو. اسمع يا أبو وليد. أبو سليم، أبو وليد، مو مهم، المهم أخي لا تدل حدا على بيتي، الله يرضى لي عليك، بخاطرك. عود قاعدين. في لك عنا اسمي، ما في عنا بنات الجواز، البنت صغيرة بكفي انك تجوز من عنده، ما لك عنا نصيب، ما في لك عنا نصيب واسمي اخي دور، نحن ما بنعطي غرب، البنت صغيرة اخي بكفي انت تجوزت من عندهم، ما لك عنا نصيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. شو ما شفناك اليوم؟ شوف، إذا بدك تسألني عن المدير العام ما بعرف شيء بنوب، لأول مرة بالتاريخ ما بعرف شيء، وشوفت عينك مثل مكوك الحايك، فايت لعنده طالع من عنده، ناس فايتة لعنده، ناس طالعة من عنده، أبو حسن هات شاي، أبو حسن خذ قهوة، شوفت عينك. لو بدي أسألك عن المدير العام ما جاوبتني هالجواب كله. آه لتكون عم تسألني عن أنسة سهير. بتعرف ليش ما أجاك اليوم؟ ولا بكرة ولا بعد بكره، انا ما بعرف شيء. استاذ حاتم، يا استاذ حاتم اتفضل. الله يعطيك العافيه. اهلين. الله يعافيك. امور. على مهلك، شو بتريد؟ ولا شيء سلامتك، شو ما عرفتني؟ أنا المهندس حسان. لا ما عرفتك، أنت مين بلا صغرى؟ أنا حسان يلي كنت امبارح عند المدير يوم طلبك، شو نسيتني؟ إيه عند المدير، شو بتأمرني؟ لا ما في شيء سلامتك، بس شفتك امبارح طالع بكير من الدائرة، خير في شيء؟ شو حضرتك مراقب دوام؟ أنا بداوم على كيفي. لا مو القصد، العفو، بس ان شاء الله خير طلعتك من الدائرة. هذا مو شغلك. طيب مو شغلي مو شغلي، بس امبارح بعد ما رحت المدير طلبك. المدير طلبني؟ ابو حسن شو بك؟ شوفي شو زعلان مني؟ ليش حتى ازعل منك؟ بس المدير بعت وراي بدي اروح شوفه. طيب هلا بتروح بتشوفه للمدير، بس ليش ما عم تمشي لنا الشغل؟ خدام شواربك انا، امور. قل لي وين سهير؟ كل شيء بحسابه. طيب كل شيء بحسابه، نحن ما حكينا شيء يعني، بس وينها؟ قدمت اجازه مرضيه 4 ايام. لحظه نزار بدي اجيب نظارات. شوي شنو ما شوي علي حسن عود. بتصوا شيء؟ ماشي مع السلامة. مع السلامة. شو اللي عم بيصير؟ المدير العام الجديد اللي ما بعرف اسمه عم يبعث لي كل يوم. يا خوف يكون. لا 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 مو معقول. طيب هيك ما بتكون خالفت اللوائح؟ شلون؟ أخذت إجازة مرضية أنا مالي مأشر لها عليها. هي إجازة اضطرارية مو مشكلة، بعدين على علمي أنتو رفقة. قصدي زملاء بالمكتب. استاذ حاتم انا ماني غريب، امانه امانه اللي اذا بدك شيء من عيني هي قبل هي، بدك مصاري لعيونك، الاولاد فيهم شيء. لا لا ابو اسماعيل، بس يعني الموضوع كنت بدي اسالك، الاستاذ صبحي امتى طار؟ طار؟ قصدي امتى ترك الدائره؟ هو صار له أكثر من سنة، بعدين هو ما ترك الدائرة. لكن لوين راح؟ صار وزير؟ لا صار سفير ببلاد برا. دقيقة والله مش معي، دقيقة أعطيني البخاخة، أعطيني قاعدة طيب. يلا 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 دقيقة دقيقة. ابن عمي خليك اليوم، لساتك مريض. ما بقدر، عندي شغل كثير. شو بيعرفك انت؟ ارتاح اليوم، اليوم بس. بعدين ابو اسماعيل قال بياخذ لك اجازه. لحشه لحشه خط. هات لك خط. ايه والله يسلموا يا سعاد. اهلا وسهلا. يسلموا. مرت عمي بيتاخر ليجي. الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك يا شريف. خير ام سعيد، احكي، انا مالي غريب. لا ما في شيء، بس هو عاده بيتاخر. بسيطه. على كل حال أنا لازم أرجع على الضيعة، ما بقدر أتأخر، عندي شغل. أم سعيد، نحن عرس أخي فرحان على العيد، وبدنا عمي يكون معنا. إن شاء الله ألف مبروك. نعم عنا الليلة وبكرة بترجع على الضيعة، بلكي بيكون إجا عمك وبالمرة بتحكي له. ما بقدر، لأنه عندي شغل بكير بالبلدية. أمانة يا شريف، بتسلم لي على أهلك وعلى أمك وأخواتك البنات وعلى كل العيلة. على راسي، بيصل، السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. مرت عمي، فكر تقنعي عمي أبو سعيد يجي على العرس، يعني هو كبير العيلة وتاج راسنا، والله نحن بحاجته. عفوا عمو. ولا يهمك عمو حبيبي، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. كل هالشغل راح بوش وأنا عم أقنع حالي إنه استنى يا حاتم، بكرة الشغل بيخلص وبتاخد الإضافة دفعة واحدة، مشان شو؟ مشان أرضي الأستاذ صبحي. طب أنت شو؟ لا طيب جاي لعندك، بدك تحكي لي القصة من أولها، حرف حرف. سلامتك ابن عمي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أم سعيد، بتعرفي حاسس حالي عرقان والسحلة ما عم تفارقني. يلا قربت عطلة العيد، بلكي بترتاح لك شوي. ومنين بدها تجيني الراحة يا أم سعيد؟ صحيح، كيفهم الأولاد؟ بتعرفي اشتقت لهم. استنوك ولما تأخرت ناموا. شو جبتي لهم على العيد؟ أو شو بدنا نجيب يا أبو سعيد؟ كله على قد الحال. ممتاز، هيك طبعا الدراسة بتكون جاهزة، هذا غير عروض الشركات. يسلموا ايديك أستاذ حسان، بالفعل أنت مهندس نشيط والواحد بيقدر يعتمد عليك. هذا من لطفك يا أستاذ عصمت. في لجنة رح تطلع تختار النماذج حسب الدراسة والمواصفات. أنا رح أعمل جهدي تكون أنت المهندس اللي يطلع معها. بدي إياك تكون قد وقدودها. أنت بتعرف إني أنا جاهز دائما. هذا أملي فيك. بالمناسبة أنت عملت دراسة لحجم الأرشيف بالدائرة؟ لا، أنا حطيت تصور حسب واقع الدائرة وتوسعها المستقبلي. أنا بفضل إنك تنزل مرة ثانية على الأرشيف وترد تعمل دراسة مشان تكون دراستك أدق. ما صار شيء، اليوم بروح على الأرشيف وبعمل له دراسة. من هلأ؟ حاضر. لا تؤاخذني معرفتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه نزار، انت سلمني على ماما، انا على العيد ان شاء الله بكون عنكم. مع السلامة. مع السلامة. شو عندك شغل؟ ما عندي شيء. ليش؟ كنت حابب تروحي معي لعند موظف الارشيف، تعرفيه؟ ايه لكان ابو سعيد. طيب يلا. جبته، قال لي زمان ما شفته انا كمان. يلا. أستاذ حاتم، وينك أنت؟ المدير صار له كم يوم عم يدور عليك. في عنده حدا هلا؟ لا ما عنده أوام. روح روح فوت لعنده. تفضل. مرحبا استاذ. اهلين استاذ حاتم. انا بعت وراك لانه بدي اطلب منك طلب صغير. انت بتأمر استاذ. العفو يا سيدي. في الاستاذ حسان حابب يعمل دراسه عن الارشيف، بقى يا ريت لو تساعده شوي. ساعده بالارشيف؟ خير استاذ، انا قصرت بشي؟ هدول شوية سعلة أستاذ، ما بيأثروا على شغلي. بعدين أستاذ اتأكد إنه أنا مستعد نام بالمكتب أستاذ إذا كنت مقصر بشي، أنا صار لي سنتين أستاذ. يا رجل عم أقول لك المهندس الأستاذ حسان بده يعمل دراسة عن الأرشيف، ساعده، مفهوم؟ مفهوم مفهوم أستاذ، شكرا. عمي أبو سعيد، يا عم أبو سعيد. غريبة، وين أبو سعيد؟ ما قاله بالعادة يترك الأرشيف مفتوح. شو هالأرشيف هاد؟ شو عم تسووا هون؟ ها؟ شلون فتوا على الأرشيف وما في حدا؟ لا تواخذنا عمي أبو سعيد، الله يخليك، هي غلطتي، فكرناك جوا. وأنت يا أستاذ شو عم تسوي عندك؟ أنا المهندس حسان الدجاني. تشرفنا إنه أنت الأستاذ حسان، بس ما بتصير تفوت على الأرشيف إذا ما كان في حدا. تفضلوا اطلعوا لبرا، دقوا الباب واستأذنوا. مور معلم. داري على الأستاذ حسان من مكتبه. الأستاذ حسان مو بمكتبه. لكن وين؟ هلا من شوي شفته رايح على الارشيف. ايه صح. قل له بس يخلص يجي لعندي، عاوزه. حاضر. انا معك، بس معقوله في هيك ناس شو بدك تعمل؟ بدك تطول بالك عليه شوي، هو هيك طبعه صعب. منيح اللي جبتك معي. تفضل. اسمح لنا ندخل؟ تفضل لنا. بتمنى انك تكون ارتحت شوي وهديت هيك. أنا باسمي واسم الأنسة سهير بنعتذر عن الإزعاج اللي سببنا لك إياه قبل شوي. الأصول أصول يا أستاذ. خير، شو في؟ هلأ كنت عند المدير ووصاني فيك. أي خدمة ممكن أقدم لك إياها؟ اللي بدي أقوله إنه يلا عن إذنكم، أنا عندي شغل وأنتم بدكم تشتغلوا. إن شاء الله لا تواخذنا عمي أبو سعيد، أنت الخير والبركة. يلا بخاطرك. الله معك يا بنتي. ايه استاذ حاتم؟ ايدك، اي شيء بدك اياه اطلبه مني وانا بقدم لك اياه. هي اللي بدي اقوله يا استاذ حاتم انه الدائره رح تجيب اجهزه كمبيوتر لتخزن فيها كل هالمعلومات والوثائق اللي موجوده هون. ايدك. الدنيا تطورت، يعني صار بإمكان جهاز قد هالمصنف يستوعب كل هالمعلومات والوثائق اللي موجودة بهذا المكان. أستاذ حاتم بدي أسألك سؤال، يعني أنت شو بتقعد تعمل هون بالعادة؟ عم صور الأرشيف. أنو أرشيف؟ هذا الأرشيف كله. معقولة عم تصور كل هالجبال من الورق؟ هي أوامر السيد المدير السابق. وليش عم تصوره؟ عم نساوي نسخة تانية. أستاذ حاتم فهمني، أنت متأكد إنه المدير السابق قال لك إنك تصور كل هالأرشيف؟ أنا ما بكذب أستاذ، قلت لك الأستاذ صبحي قال لي. بس هذا الأرشيف منسق لأنه تجاوز الفترة القانونية لحفظه. شو عم تقول؟ مثل ما عم قل لك، شوف التاريخ. شو عم تقول لي وما تقول لي؟ هذا شيء مو معقول. لا معقول، بس اللي مو معقول إنه إن شاء الله ما صار لك زمان عم تصور فيه. شو ما صار لي زمان عم صور فيه؟ صار لي سنتين عم بشتغل فيه وصرت راح اخلص. راح تخلص. ومنين جبت ورق لتصوير كل هالارشيف؟ ما جبنا ورق يا ابني، ما جبنا ورق، كان في عنا أزمة ورق. الأستاذ صبحي علمني على طريقة جديدة، نصور الورق اللي على اليمين على قفا الورق اللي على الشمال، وهيك كنت عم اشتغل. مو معقول، تخيل صار له سنتين عم يشتغل بأرشيف منسق. أنا كتير زعلان عليه لهالموظف. طول بالك. اقعد رح أطلب لك فنجان قهوة، بكرة الصبح بنشوفه. هي عادة شك فيني بطلية. مو قضية شك يا حسان. القضية إنك بدك تاكل الأخضر واليابس وما عم تطلع على النتائج. ما بيهمك إذا حدا انضر أو تأذى. المهم عندك توصل وين بوصل هالباب. مو مشكلة، طيرت مدير المكتب وما سألت فيه. وهلا شو عم ترسم للمدير العام؟ دير بالك يا حسان. هالباب يمكن وراه شيء. بعدين هذا رفيقك. لك شو معك؟ ليش ما عم ترد؟ سبا قلت لك يا سهير انك بتجنني، بتاخذي العقل، خاصة وانت معصبة. حيرتني شو اعمل معك؟ يوم متمكجة مثل البنات بأول عمرهم، ويوم ريحتك بصل وتوم. قل لي شو بدك؟ شو بدك؟ خليني لوحدي يا أم سعيد، روحي نامي، أنا ما بدي نام. هلأ ما عاد عجبتك؟ ما بكفي، ما بكفي إني متحملتك ومتحملة مرضك. حرمتني من أهلي ومن ضيعتي مشان شو؟ مشان تجي على الشام؟ قلي أنت شو قصدك؟ على شو شايف حالك؟ على شو؟ صباح الخير. صباح النور. بابا ما بدنا نروح على الضيعة؟ علي درس ابن عمي. ابن عمك؟ ايه ابن عمي فرحان. شو الموضوع؟ عرس ابن اخوك فرحان على العيد. ومين خبرك؟ شريف اجا لهون وقال لي. ايوه اجا مرة تانية لهون؟ وليش ما قلتي لي؟ ما كان في فرصة لأقول لك. بابا الله يخليك، خلينا نروح على الضيعة نحضر عرس ابن عمي. ماشي الحال. هو أبو سعيد؟ سعيد؟ يا أهلين أبو حسن، خير شلون فتت؟ إجا المدير. مرحبا. يا أهلين أستاذ، زادتنا البركة. تفضل تفضل أستاذ. شكرا شكرا. شو اللي عم نسمعه يا أستاذ حاتم؟ خير أستاذ. قال عم تصوروا الأرشيف نسخة ثانية. صحيح أستاذ، حسب أوامر السيد المدير السابق. المدير السابق؟ نعم أستاذ. طيب، قال عم تضل الساعة 10 كمان بالليل، صحيح هالكلام؟ صحيح أستاذ. يعني أنت عم تشتغل شغل إضافي؟ نعم أستاذ. طيب عم يحاسبوك على هالشغل الإضافي؟ لا أستاذ، أنا ما عم باخذ مصاري، لأني أنا كنت مفكر إنه الأستاذ صبحي الله يسامحه عم يجمع لي إياهم ويعطيني إياهم دفعة واحدة بعد تصوير الأرشيف. معقول هالكلام؟ معقول هالكلام يا أستاذ حاتم؟ أدوب بقى يا أستاذ عصمت. بتعرف انه شغله لانه صحيح ما له جنس الفائده؟ بعرف طبعا. هذا الورق كله بينزل على ديسكات كمبيوتر. بعدين المكان ممكن يصير 20 مكتب هون محله. بعدين الاستاذ حاتم حتى لو فكرنا نستفيد منه ما رح نقدر، لانه خلال فتره وجيزه رح يطلع تقاعد. بتعرفي امي؟ حسيت انه بابا متغير شوي. أكيد ما رح يخلينا نضل هيك، لا عمام ولا خالات ولا أخوال، وكأننا مقطوعين من شجرة. بعدين في فرصة هلأ كتير كتير مناسبة لتخليه يصير روح الضيعة، عرس ابن عمي وعطلة العيد. لا أمي لا، الله يخليكي، بخاف إذا أبوكي رجع طلع على الضيعة يعلق مع عمك وولاد عمك مثل ما علق معهم من 5 سنين كرمال أخي. بس يا ماما هدول كلهم اللي عم تحكي عنهم نسيوا، ولازم بابا ينسى بقى. بتعرفي ابوكي وقديش طبعه صعب. هلا انتي واخوكي قديش صار له ما قعد معكم ولا شافكم. خايفه يكون كله من هالحربايه. انو حربايه بتقصدي؟ لا تقولي لي انه متجوز ماما. شيلي لي هالاوهام من راسك. اوهام؟ يا ريت يا ريت تطلع اوهام. ليش؟ لأنه كل شغلي ما له أي فائدة يا أبو اسماعيل، وبدون تكليف رسمي. كيف؟ شوف، أولاً الأرشيف الموجود بالغرفة رقم 15 منسق. ثانياً آلة النسخ مستعملة ولا يمكن الاعتماد على نتائجها لأنها تتأثر بالعوامل الجوية. ثالثاً لا يمكن أن تحفظ وثيقة نقوم بتصويرها على خلفية وثيقة أخرى، علماً أن الوثيقتين منسقتين. شلون يعني؟ ما فهمت. ولا راح تفهم يا أبو اسماعيل، أنا طول عمري عايش بكذبة، متحمل المرض ومعذب حالي من شان ارضي الاستاذ صبحي. انا تعبان يا ابو اسماعيل. يا استاذ حاتم، ما دالك تعبان ما تروح على البيت وترتاح؟ ليش؟ مين قال لك انا مو حابب ارتاح؟ من سنين ما شفت الشمس، حتى اولادي ما عاد شفتهم. مشان شو يا أبو اسماعيل؟ قلي. قالوا نعم. حاضر حاضر أستاذ. شكراً 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 جزيلاً، وكل عام وأنتم بخير. سلفاً. مع السلامة. مع السلامة. مبروك، السيد الوزير وافق على ترشيحي إلك. لشو أستاذ؟ الشركة اللي اشترينا من عندها أجهزة الكمبيوتر من تقاليدها أنه تستضيف شخص أو شخصين على نفقتها باليابان، تعمل لهم دورة، وأنا شفت أنه أنت الشخص الأنسب لأنك تطلع هيك طلعة، بس مالي عرفان مين بدي أحط معك مرافق. تسمح لي أنا رشحه أستاذ؟ أنا على حسابي بدهم يطوروا الأرشيف، ليش أنا شو ناقصني حتى ما أتعلم كمبيوتر؟ لك أنا بيوم واحد اتعلمت عليكي. لك وينه أبو اسماعيل؟ وعدني يجيب لي دواء ولحد هلا ما إجا. خير أبو اسماعيل، شايفك هون؟ جايب له دواء للأستاذ حاتم، هالمسكينة السعلة اللي عم تاكله أكل. مسكين امبارح شفته وما عرفته. لك الله يكون بعونه، واللي تعبه أكثر اللي صار معه بالأخير. خير إن شاء الله. عن إذنك. وين فوت شرب لك كاسة شاي؟ ما بقدر، عم يصير معي عصبي من الشاي. خاطر. مع السلامة. سجل هدول بالجماعة. خير إن شاء الله. شو عامل؟ قلبي حاسسني إنك عامل عملة. أنا بدي أفهم أنت لأيمتى رح تضلي تشكي فيني؟ طيب، رح بطرح عليكي مشروع، بتجاوبي بكلمة واحدة، يا إيه يا لأ. ما بدي أعرف بالأول؟ صار لنا سنتين مع بعض، أنا بحياتي وعدتك بشي؟ لا. طيب، أنا عازمك على شهر عسل باليابان. سهير، تتجوزيني؟ هي مكافأة بتعطيها للأستاذ حاتم تقديراً لجهوده اللي قدمها للمؤسسة. بس الأستاذ حاتم مو مكتبه. ما صار شيء، بكره الوقفة بتعطيها هون. حاضر. لازم يوصلوها. حاضر معلم. يعطيك العافية. أهلين. لا تنسى تقفل المكتب. حاضر. لا بابا، لا 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 تخافي، ما فيني شيء. وين امكم؟ ماما برا عم تلم الغسيل. حياة، يا حياة. ايوه اهلين ابن عمي. خدي، انزلوا على السوق واشتروا هدية للعروسين. أنو عروسين؟ فرحان وعروسته بالضيعة. أنا قررت أرجع على الضيعة. انت مو الأستاذ صبحي؟ بدك ياهم يقولوا عني يا أبو اسماعيل إنه أنا عم دفي حالي وأصرف المازوت؟ لكان بدك تصلح، بدك تصير مصلح يا أستاذ حاتم. عجبك يا محترمي، هيك رح نضل نصاص الليالي. فشيت قهري يا أم سعيد، شو نسيتي؟ نسيتي يوم كسروا كلمتي بالضيعة؟ إذا شريف هلأ طلع من بيتي زعلان، أنا طلعت من الضيعة وقلبي محروق عليها. سنتين وأنا عم بشتغل ليل نهار، الدوام الإضافي والدوام الرسمي، وأقول لحالي يا ولد بكرة بتجمع لك قرشين نضاف بتعمل فيهم مشروع لأولادك. كنت متأمل بهالشغلة يا حاتم، بس هلأ أستاذ حاتم كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا أبو اسماعيل. ما بدك تعيد على سيادة المدير العام؟ سبقني لاحقك. شبك اياد؟ ليش مبوزة؟ أنا مالي رايحة على الضيعة. مانك رايحة على الضيعة؟ رفقاتي كلياتهم هون، هونيك ما بعرف حدا. شو نسيت يا اياد إنه أنا كمان طالبة جامعة؟ بنصير نجي على الشام سوا وبنرجع على الضيعة سوا. يلا قوم، هلا بيجي أبوك بلاقينا مو شاغلين شيء، بيعملنا مشكلة. يلا حاجة العود، قوموا كل واحد ياخذ غرض، يلا هلا بيجي أبوكم. ليلة العيد أنستي وجدي